مرحبا، اليوم بدعمل أنا وياكم وجبة جدا سهلة وسريعة للفطور أو للعشاء أو لطلاب المدارس، فينا نستعملها كمان. عنا حبتين بطاطا حجم وسط بهيدا الشكل، سلقتن وقشرتن، نص كوب طحين، جبنة مازوريلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنعمل بطاطا منيح، بحط طحين فوقن وبعجنن كمان بإيدي. بس عجنت العجينة، هلأ بدنا نكفي الطريقة مع بعض. بحط رشة ملح خفيفة، بحركهم مع بعض. عندي كمان شوي زيت نباتي، بغط ايدي شوي بالزيت عشان نكفي الطريقة بهيدا الشكل وما تلزق بالإيد. حط جبنة، بطبقها بهيدي الطريقة، بسكرها منيح. ملا بهيدا الشكل كمان. فينا نعمل الحجم اللي بدنا اياه. هلا بحطها بالصحن، بحط بالمقلاية زيت خفيف بهيدا الشكل، بتركن ليحموا شوي. كمان بحط البطاطا، بتركها لتستوي من الجهة السفلى. وجبة كتير سهلة وسريعة، بتاخد تقريبا بتحضير اقل من 10 دقايق. هلأ بتأكد منهم انه استووا، بقلبهم على الجهة التانية. بسم الله. واو، استوت هاي، بدي اقلبهم على الجهة التانية. كمان استووا من الاسفل. هلأ بحطهم بالصحن. هدي وجبة الفطاير اللي عملتها أنا وياكم بأقل من 10 دقايق، وهيدا الشكل النهائي. سخنة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.